بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الهداة الطاهرين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء طبعا كما تعلمون من المناسبات التي تأتينا في نهاية شهر ذي القعدة الحرام، هي مناسبة أليمة علينا وعليكم، ذكرى شهادة الإمام محمد الجواد عليه السلام. هذا الإمام الذي رحل وهو في ريعان شبابه ودس له السم من قبل هذه الزوجة الغير صالحة أم الفضل. وكما هو المعلوم أن البعض ربما يطرح إشكالا أو سؤالا، الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات إلى آخره. طبعا هذه الآية إخواني لا تتضمن مقصودها حقيقة في الزواج أبدا، وإنما كثير من العلماء قالوا بأنها تتحدث عن القول والفعل والسلوك الطيب، لا يصدر من الخبيث إلا شنو للخبيث، والطيب لا يصدر منه إلا الطيب والسلوك الطيب ويتقبله الإنسان الطيب، أي ليست له علاقة بقضية الزواج. وإلا لو كان المقصود الزواج لرجعنا إلى القرآن الكريم أن نوح عليه السلام كانت زوجته غير صالح، وأن لوطا عليه السلام كانت زوجته غير صالح، تمام؟ فبالتالي لا ينطبق هذا المعنى على الزوجية. الإمام محمد الجواد عليه السلام ولد في المدينة المنورة في عام 195، وتولى شؤون الإمامة بعد شهادة أبيه الإمام الرضا عليه السلام في عام 203. وقد جلبه المأمون العباسي آنذاك إلى بغداد حينما استشهد أباه الإمام الرضا عليه السلام للأسباب التالية: أولها ليضع الإمام الجواد تحت رقابته مباشرة. هذا الخوف طبعا وارد عند السلطتين الأموية والعباسية، وكذلك ليستميل أتباع الإمام الجواد عليه السلام فيأمن موقفهم العدائي من الحكم العباسي آنذاك. وقد أثار تقريب المأمون للإمام الجواد عليه السلام حفيظة العباسيين، فوقفوا منه موقف العداء أي تجاه المأمون، وحاولوا الوقيعة بالإمام الجواد عليه السلام، فأثاروا الشبهات حول الإمام والأسئلة التي طرحوها، واستدعوا بعض المناظرين في مجالس عدة، ولكن كان الإمام الجواد هو أهلا لها للمناظرة ورد تلك الشبهات، لأنه كان أولا من هذا النسب والنسل الطيب الطاهر، وهو نسب محمد صلى الله عليه وآله، كما أنه كان صغير السن عليه السلام كان يعطي هذه العلوم الغزيرة، وكان يرد على السؤال، وكان يعطي قيمة لحقيقة العقيدة الإسلامية بتفاصيلها بمناظراتها بعلميتها. فعقدت مجالس لذلك حضرها إعلام أعلام الشريعة الإسلامية في ذاك العصر أمثال يحيى ابن أكثم لمناقشة ومناظرة الإمام الجواد عليه السلام، ونوقشت فيها مسائل خطيرة من أهم مسائل الشريعة الإسلامية. فكانت نتائج تلك المجالس هي النجاح الباهر للإمام الجواد عليه السلام وتفوقه العلمي حقيقة في جميع ما أثير من تلك المسائل. وبعد ذلك الإمام عندما عرفه الناس واجتمع حوله الناس، أثارت حفيظة السلطة العباسية آنذاك مما استدعى المأمون أن يقوم بهذه الفعلة عن طريق نعم هذه المرأة الغير صالحة، فدست له السم وأقفلت الأبواب في تلك الساعة حتى أخذ السم يجري مجراه في أحشاء الإمام، فصعد سطح داره وما وجدوه إلا مستشهدا مظلوما تظلله الطيور من حرارة الشمس، كما كان جده الإمام الحسين عليه السلام. فسلام عليه يوم ولده ويوم استشهد في سبيل الله، وسلام عليه يوم ملأ الدنيا بهذه العلوم، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أن الكاظمية المقدسة تستعد لاستقبال تلك الحشود
حشود الزائرين والتي ما زالت بعضها في بعض المحافظات تأتي سيرا على الأقدام لتؤدي هذه الزيارة. أتواصل معكم أيها الأحبة وبعد هذه الوقفة القصيرة ونقول لكم عظم الله لنا ولكم الأجر. حضن شباجه بشوق بشوق نتحاجه وي منارات بشغف نتحاجه نتباجه حزن مدر من الفرح نتباجه شباجه أبو يحضننا بعطف شباكه. أعظم الله أجورنا وأجوركم مشاهدين الكرام، وأكيد ستغطي قناة العراقية الفضائية هذه المناسبة في وقتها إن شاء الله، وهي في آخر يوم من ذي القعدة، ربما يصادف يوم الجمعة أو السبت. مشاهدين الكرام، في البحث المخصص للحلقة من سورة آل عمران المباركة من الآية 95 وانتهاء بالآية 99 الصفحة 62 من قوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا إلى قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآيات إن شاء الله سأتلوها على حضراتكم، وبعد ذلك نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم، فأهلا ومرحبا بكم. أقرأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. Thank you.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، والآن نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، أنتم مدعوون للمشاركة معنا في النص أو البحث المخصص من الآية 95 وحتى الآية 99 من سورة آل عمران الصفحة 62. وكما هو المعلوم أن للقرآن الكريم هناك موقف عظيم يوم القيامة لمن يقرأه ولمن ينصره ولمن يتواصل معه، كما أحاديث بينت ذلك، منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. ونحن بحاجة إلى الشفاعة رجالا ونساء، وأننا نخصص جزء من أوقاتنا في خدمة القرآن الكريم. ويانا أول اتصال حتى يؤمن لنا هذا الاتصال المبارك. طبعا سورة آل عمران من السور التي طبعا لها خاصية في الشريعة الإسلامية، وتحدث عنها الموروث المقدس، الروايات الواردة عن آل محمد عليهم السلام أن لها أيضا فضل خاص بها. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تظلانه على رأسه بمثل الغمامتين. شوف، أنا عندما أقول أن القرآن كله يأتي شفيعا لمن يقرأه، فقط أن هاتين السورتين بمجرد ما أنه تتواصل وياهم أو تقرأهم أو تسمعهم، أنت عندما تسمع شيء، من أحب يعني من استمع إلى ناطق فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وبالتالي عندما تسمع إلى تلاوة هاتين السورتين يأتيان يوم القيامة تظلانك على رأسك. وما أحوجنا حقيقة أننا نستظل بنور الله وبحماية الله يوم لا ظل إلا ظله. ويانا اتصال. طيب، فالسورة المباركة وهي سورة آل عمران هي من السور التي تسمى بالسور الزهراويتين لنورهما حقيقة ولعطائهما، سواء كان سورة البقرة أو سورة آل عمران. بعد، البعض من الأحبة ربما يسأل عن بعض موارد هذه الآيات، لأنه هي كما المعروف يعني طويلة بقراءتها بآياتها، أنه جاء في الحديث يعني هناك أثر في هذه السورة أن المرأة التي تريد نعم أن تنجب نعم طفلا سواء كان ولدا أو بنتا، لاحظوا بعض من النساء حقيقة ما عندهم نعم إنجاب، أو نعم يذهبون يمينا ويسارا، بينما القرآن الكريم هو الذي يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء. ونوعية الشفاء إخواني هي نوع خاص، يعني ليس هناك طبيب وقف على نوعية هذا الشفاء، بل هو شفاء عام. فمن أدمنت على قراءتها أي المرأة رزقها الله سبحانه وتعالى بمولود سواء كان نعم ذكرا أو أنثى. لماذا؟ لأن وارد في آياتها قضية يعني السيدة مريم وامرأة عمران، إذ قالت ربي في الآية الكريمة: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إلى آخره. فبالتالي بها قضية الحامل وقضية الإنجاب والرزق، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا السر وهذا العطاء بهذه السورة لمن أرادت من الله سبحانه وتعالى أن ترزق بطفل. ويانا أبو فاطمة من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله يا أبو فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله يا أخي، تفضلوا. شكرا جزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله. نعم. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم. أحسنت يا أبو فاطمة بارك الله فيك وأحسنت التصحيح حج البيت جزاك الله خير الجزاء. العفو الشيخ لا قريتها على شعبة وقريتها على نعم هو تلفظ حاج وتلفظ حج نعم أحسنت باعتبار هناك سورة تسمى بسورة الحج وليس سورة الحج. بارك الله فيك يا أبو فاطمة شكرا جزيلا شكرا حياك الله بارك الله فيك. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب حتى يؤمن لنا هذا الاتصال. وكنت أتحدث عن خاصية هذه السورة المباركة وهي سورة آل عمران جدا يعني الأخوات يعني لابد أن يلتفتون إلى هذه الجنبة الدينية العقائدية حقيقة وأن يؤمنوا لأن القرآن لا يؤثر إخواني ويعطي نتيجة من ناحية الشفاء إلا لمن يؤمن به ويعتقد به. ويانا مصطفى السلام عليكم يا مصطفى. السلام عظم الله أجورنا وأجوركم لذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام. عظم الله لكم الأجر أحسنت يا أخي بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله عليك يا مصطفى صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا لقارئنا العزيز مصطفى من بغداد وإلى أيضا محافظة صلاح الدين. معي الأخ مناضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يتقبل أعمالكم عظم الله أجركم. عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله. بارك الله بك أبو عباس تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. الله الله أحسنت. وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب تصدقون لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. الله الله. تبغونها عوجا شهداء. وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله عليك يا حبيبنا الأخ مناضل، جزاك الله خير الجزاء وأدام الله توفيقات عليك وأنت تبدع في تلاوتك. شكرا جزيلا يا أبو عباس. ومعي أيضا اتصال من البصرة الأخ أبو علي. سلام عليكم يا أبا علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا أبو علي، حياك الله. حييني بك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله عليك أبو علي، أحسنتم، شكرا جزيلا لقارئنا العزيز أبو علي من البصرة، أسأل الله لك التوفيق والسداد. أبو علي انتبه لي، فقط صار عندك تلكؤ بمفردة ببكة، يعني هناك ضمة صارت بالباء الثانية عندك، يعني ببكة هكذا هي الأصح، لا ببكة كما في الآية الكريمة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى إلى آخره. يعني نعم، يعني ببكة إخواني، ببكة يعني مكة، يعني خاف البعض بيفهم ببكة يعني هي مكة نفسها. ويانا قاسم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا قاسم، حياك الله. يا الله تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جيد. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أحسنت. صدق الله العلي العظيم. بارك الله فيك يا قاسم، شكرا جزيلا لمشاركتك وأحسنت كثيرا. فقط انتبه لي إلى ملاحظة هي حول النون الساكنة والتنوين، مثل عند قول الله تبارك وتعالى لما تصدون عن سبيل الله، النون مجيء بعدها حرف السين، يكون حكم النون هنا الإخفاء. للنون أربعة أحوال اللي هي الإدغام، الإقلاب، الإظهار، الإخفاء. فهنا مثلا عن سبيل الله نون مجيء بعدها سين يكون حكمها الإخفاء، وكذلك عند قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ومن دخله
ومن دخله كان آمنا، لأن النون مع الدال أيضا حكمها الإخفاء، هاي النون أو التنوين طبعا ضم أو كسر، ما دام نون ساكنة حقيقة فمجيء بعدها هذه الأحرف في هذا البيت صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. هذه الأحرف هي حروف الإخفاء إذا تأتي بعد النون الساكنة أو التنوين. ونذهب إلى السليمانية حيث إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظك يا إبراهيم، حياك الله ويتقبل أعمالك إن شاء الله. في كل حلقة تزداد تألقا وجمالا. أنت النور وأنت الجميل يا إبراهيم، حياك الله، أهلا ومرحبا، الله يبارك فيك يا شيخنا. أبياتا جميلة في حق أسد الله الغالب إن شاء الله. اللهم آمين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يلا تفضلوا. إن شاء الله، إن شاء الله بعد قراءة القرآن إن شاء الله بالخدمة. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على تعملون. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، يعني أريدك حصري تكون حصري، أريدك منشاوي تصير منشاوي. أسأل الله لك التوفيق والسداد يا حبيبي. خدمتكم إن شاء الله، خدمة القرآن الكريم، بارك الله فيك. إن شاء الله. نستمع إلى كلماتك الطيبة بحق المولى أمير المؤمنين. إن شاء الله. صهري. نعم. وحمزة سيد الشهداء عمي. الله الله سند. وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكة ابن أمي. ما شاء الله. وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي. الله. وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما شاء الله. سبقتكم إلى الإسلام طرًا. سبقتكم إلى الإسلام طرًا غلامًا ما بلغت أوان حلمي وصليت الصلاة وكنت فردا فمن ذا يدعي يوما كيومي. الله الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا إبراهيم. ربما ربما تأيدني أن هناك علاقة بين القارئ وبين القراءة للقرآن وبين الإنشاد، يعني الإنشاد الديني لابد أن يكون كل قارئ هو منشد أو كل منشد هو قارئ. ماذا تقول يا إبراهيم؟ والله كما تفضلت يا شيخنا، باعتبار هو أيضا نوع من أنواع الفن في الأداء، الإنشاد، الإنشاد الديني كما تفضلت هو أيضا فيه نعم من الأطوار وفيه من الحركات والسكنات والوقفات. فأنا نعم صحيح، أنا أبارك لك باعتبار أنت يعني في الإنشاد ما شاء الله عليك يعني جيد جدا، وفي القراءة جيد جدا، فاستمراريتك وخدمتك للقرآن هذا حقيقة هو فخر لنا وللجميع. بارك الله بك يا إبراهيم. أنا فخر لي أن أتكلم معك يا شيخنا. الله يحفظكم، أنا خادم صغير أمامك. الله، أنا خادمكم، بارك الله فيك. فيك. شكرا جزيلا لقارئنا العزيز إبراهيم من محافظة السليمانية، وتحياتنا لكل قرائنا هناك في السليمانية، وأكيد يعني سنرصد قريبا إن شاء الله زيارة إلى هذه المحافظة. ونعود إلى بغداد مسرعين حيث علي كريم. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام شيخنا الفاضل، شلونك؟ الله يحفظكم ويتقبل اعمالكم ان شاء الله، عظم الله اجركم. لنا ولكم ربي يحفظك ان شاء الله. اهلا ومرحبا. استاذ علي. نعم. 98 نهايه الاله ولا 99؟ لا 99. ماشي ماشي. نعم تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أحسنت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها
لها عوجا وأمنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. أداء جميل وصوت جميل. الله عليك يا علي، شكرا جزيلا على مشاركتك وأدائك الجميل حقيقة، وتستمر إن شاء الله بهذه الطريقة الرائعة الجميلة، وهي طبعا التي تذكرنا بالشهر الفضيل وهو شهر رمضان المبارك. أسأل الله لك التوفيق يا علي والسداد دوما إن شاء الله وخدمة القرآن الكريم. نعم، ويانا اتصال. ويانا علي من كربلاء المقدسة. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام، شلونك شيخنا؟ يا أهلا ومرحبا، نحمد الله، حياك الله يا علي. يلا تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ما شاء الله. الله العلي العظيم. ما شاء الله عليك يا علي، بارك الله فيك وأحسنت وطاب ثراك. وفاطمة تتفضل. فاطمة، السلام عليكم، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بالأستاذة فاطمة، حياك الله. نعزي الأمة الإسلامية باستشهاد إمام محمد الجواد عليه السلام. سلام الله عليه، نعزيكم بارك الله فيكم. أكيد محضرتنا فاطمة أحاديث عن الإمام الجواد عليه السلام. لا، من الإمام الصادق. ما يخالف، بس انه ان شاء الله اذا تكون مناسبه خاصه بالامام يعني جيب لنا احاديث خاصه بالامام حتى نستفاد ان شاء الله. تفضل. قال الامام الصادق عليه السلام. عليه السلام. مجلس الغناء مجلس لا ينظر الله الى اهله والغناء يورث النفقه ويعاقبه الفقر. المستدرك والوسائل الجزء 13 صفحة 212 باب تحريم الغناء. بارك الله بكم، أحسنتم يا فاطمة، أحسنتم. الغناء اليوم مع كل الأسف هو أيضا منتشر في كثير من الناس، عند كثير من الناس في السيارات في البيوتات، وهناك حديث أخطر يا فاطمة، يعني ما مضمون الحديث أتذكره وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الغناء هي رقية
الزنا سلمكم الله تعالى، أي الحرام. فبالتالي على الشباب أن يعني يستبدلوا هذه اليوم الطريقة البائسة في السيارات ويعلون الأصوات وأمام الناس، أنت مكان ما أنه تسمع هذا اللهو وتقتل وقتا طويلا. فبالتالي قرآن، دعاء، فائدة، محاضرة أكو بالإذاعة اليوم وكثير من المحطات بها فائدة. تفضل يا فاطمة. شيخنا يوم الجمعة أحضر عن حديث الإمام محمد الجواد عليه. أهلا وسهلا، بكل سرور نحييك يا فاطمة. أقرأ سورة النبأ من 31 إلى 40. إن شاء الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال ثوابا ذلك يوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. أحسنت يا فاطمة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة منك. انتبهي إلى بعض الملاحظات، مثلا المدود، مثلا عطاء حسابا، هذا مد متصل واجب هو موجود أمامك، إذا تشوفين راح تشوفين فد علامة على يعني تشير إلى المد، هذا يمد بمقدار 4 حركات. تمام، بعض الإدغامات تكون تحققيها، لكن إن شاء الله أنه أنت يعني في المستقبل راح تكونين أفضل بكثير، لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. ونبارك لك ودعانا إلى أبويك، نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأيضا لعلي. علي أحسنت وأجدت في تلاوتك، فقط أنه ملاحظة، بيتي وضع، إن أول بيت تنوين كسر جاء بعده الواو، فيكون شنو حكم التنوين هنا؟ الإدغام. فنقرأ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إلى آخره، وضع الواو يكون هنا الإدغام. شكرا جزيلا للأحبة اللي شاركونا اليوم، أبو فاطمة، مصطفى، الأخ أبو علي من البصرة، مناضل، أيضا الأخ علي كريم، وأيضا إبراهيم من السليمانية، وفاطمة، وعلي من كربلاء، وقاسم أيضا. ونعتذر للأحبة اليوم لأنه ما بقى عندنا وقت إلا القليل، أود أن أتحدث مشاهدينا الكرام حول هذه المعاني الجميلة والمضامين الكبيرة التي نجدها في كل القرآن الكريم وفي هذه الآيات البينات. منها إخواني قضية الصفا والمروة، كما الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يطوف فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فبالتالي هي أيضا جزء من الشعائر، كما الصورة أمامكم الآن توضح أنه هذه الصفا، هذا الصفا وهذا المروة جبلين حقيقة
بصورة قديمة، يعني ما كان مسيج الجبل الصفا ولا المروة، وكان باستطاعة الساعي الذي يسعى بينهما أن يصل إلى الجبل أو أحيانا يصعد فوقه. إحنا ما مطلوب من عندنا أن نصعد فوقه، وإنما أن نصل إليه، أن نلمسه مثلا. لكن في الصورة الحديثة اللي راح تظهر أمامكم هناك مسيج، يعني سياج حديدي، عندما يصل الحاج يعني ما يقدر بعد إلا يعبر السياج يا الله يصل إلى الجبل، جبل المروة أو حتى جبل الصفا كما هو أمامكم. فهنا حكم شرعي إخواني. البعض أصلا من الحجاج أصلا ما يوصلون يم السياج، يعني قبل السياج بأربع أو ثلاث أمتار يصل إلى حد يعني هناك دنقة إن صح التعبير، يوصلون يمها ويرجعون، حتى السياج ما يوصلون. هذا طبعا السعي غير تام، السعي غير يعني موفق للذي يأتي به. المطلوب أن يسعى بين الصفا والمروة أن يصل إلى حد حدهما، سواء كان حد السياج الحديدي أو حد نعم ما تيسر أحيانا يعني يقطع الطريق أو كذا، هذا بعد يعتبر يعني لا تكليف ولا حرج عليك بحسب مقتضى الحال. فهذا يعني جانب. جانب آخر إخواني أن السعي بين الصفا والمروة ليس عليه حرج من باب الطهارة. نحن نشترط الطهارة أين؟ في الحرم، يعني في المسجد الحرام عند طوافك على الكعبة المشرفة أو حول الكعبة المشرفة. لا يجوز الطواف رجل أو امرأة إلا على طهارة، أي وضوء أو غسل، فيتم طوافه ويؤدي الصلاة خلف مقام إبراهيم ركعتين. لكن هل يشترط الطهارة عند الساعي أن يسعى بين الصفا والمروة؟ طبعا لا تشترط، وإن كان طبعا هي من الضروريات، لكن نقصد من هذا الحال بعض أصحاب العذر الشرعي، كأن يكون رجل كبير، كأن تكون امرأة، كأن تكون نعم امرأة عندها العذر الشرعي، هاي كلها حالات استثنائية. فيستطيع أن يؤدي السعي، أن يؤدي السعي بين الصفا والمروة وإن كان فاقد للطهارة، وأن يقصر أيضا. تمام، هذا يعني التفاتة مهمة، لأنه بعض الحجاج اليوم يعني بعدهم ربما أنه يومين أو ثلاثة تنتهي الرحلات، حبيت أن أنوه إلى هذا المعنى. وقفة تأمل، وقفتنا اليوم تقول: الدرر الخمس لشفاء النفس هي كالتالي: أولها الصلاة في أول وقتها. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اثنيا: التصدق يوميا في الليل والنهار ولو بالشيء القليل. لاحظ قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثلاثة: كن ذاكرا لله دوما، فكما أن الصلاة هي كلام المخلوق مع الخالق، فإن تلاوة القرآن كلام الخالق مع المخلوق. فإذا كنت تبحث عن الاستقرار النفسي والطمأنينة فعليك بذكر الله، وليكن القرآن حاضرا وملازما لك، ففيه الطمأنينة وذهاب الخوف. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أربعة: قراءة زيارة عاشوراء يوميا، فإن أسرار هذه الزيارة لا يعلمها إلا العرفاء من عباد الله، وهي نافعة لدفع البلاء والوباء. قال الإمام الصادق عليه السلام: يا صفوان، كلما كانت لك حاجة عند الله توجه إليه بقراءة هذه الزيارة والدعاء بعدها بطلب الحاجة، فإن الله لا يخلف وعده. خمسة: ترك المعاصي، فإن أكثر الأمراض النفسية التي تعصف بالإنسان بسبب الذنوب. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فترك المعاصي إخواني أيضا
تستوجب سعادة الإنسان وزرع الطمأنينة في قلبه. أسأل الله تعالى لي ولكم أن يوفقنا لخدمة القرآن، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة القرآن والنبي وآله الأطهار، كما نسأله تعالى أن يحفظ مشاهدينا ومتابعينا والمشاركين معنا بحفظ القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا جزيلا لكم، والشكر للأحبة الذين تابعونا وشاركونا، ودعاءنا للجميع بالخير والتوفيق. أسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.